اخواني تانية. كيف هذا الاستاذ يا اخي الحوت يا اخي ربنا يرحمه ويغفر له يا اخي ياخذ اغنية جميلة يا اخي كلام عجيب. خلاص ترجم لنا الاغنية عشان نفهم معاك. انا هسه مشغول شوية اديني ساعة اظبط حاجاتي دي واخذ لي دوش وبعدك بيجي بترجم لك الاغنية ان شاء الله تمام؟ هاي يا حاج جاهز؟ جاهز في شنو؟ الترجمة حقت الاغنية. نسيت والله انت جاهز هسه في الموضوع ده؟ هاي اوكي خلاص كلام جميل. حاجة كده في شكل شعري يا حاج. والله انجليزي وفي شكل شعر؟ لا على اغاني لكن قريته نجاسفه الله غالب. سمح الصدف حلو الظروف سمح الصدف حلو الظروف في شكل شعر. طيب عشان انت تفهم انا حقوم شنو اقرا لك جمله عربي واترجم عليك طوالي. سمح الصدف حلو الظروف beautiful sudden sweet envelopes. وانا يا جميل يا سيد الحروف ودايما تقول حلو الظروف. And oh me hey alphabetic master and you always tell a sweet envelope. اصلي ما قادر اصف كل اللي حصل. I don't tell what happened. أصل الحصل ما بتوصف لا بحرف ولا بغنى. Originally what happened no description no letter or music. غايب سنة في لحظة بس نلقاك هنا. One year absentees and sudden you are here. اللقية عاد ما أجمله. Oh, what a beautiful meeting coming back. براء جبت نفسك للهزم. والله من يوم الرحيل. Oh God. The day of leaving. لا شوفتك السمحة لدك. No, you're looking fine. ولا بغن من بعدك حنان. Oh, no tasting love after you. ولا عيني خاتيها الأسى. And my eyes is not good. ولا شوقي قال بالدمع لا. And no my missing tell tear no. الليلة بشوفتك تبين. Tonight with your looking showing. عيوني تبقى مكحلة. My eyes is become black color. بالله شوف سمح الصدف حلو الظروف. Oh God, beautiful sudden sweet envelopes. The